مطالبات أطلقها الشارع الأنباري تتلخص بزيادة التخصيص المالي في موازنة المحافظة وبغية إتمام المشاريع المتأخرة والشروع بمشاريع جديدة، فضلا عن إيجاد فرص عمل ومنحة المليون للعائدين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى جراء العمليات الإرهابية. دمرت بنسبة 70% سواء قضاء الرمادي، قضاء الفلوجة، الأقضية الغربية كلية عموما من عانى فما أعلى، حتى حديثة دمرت بسبب القصف الصاروخي. ها كلية عوائل نتج عنها عوائل شهداء، عوائل انقطعت أبواب رزقها لأن آبائها انقتلوا أو راحوا بسبب الأخطاء العسكرية والعمليات التحرير. ما تكفي الموازنة، ما تكفي 25 مليار، ما تكفي، نريد زيادة من الحكومة المركزية. يعني طلعنا احنا من حرب ومدينة منكوبة ونطالب مال النازحين، مبالغ النازحين، المليون دينار للعوائل الفقرة اللي تهجرت، اللي سببها راحت البيوت، سببها راحت أشكال من الدمار الرمادي كله. في غضون ذلك يرى مراقبون أن هناك إجحافا بحق الأنباري، ولا بد من تحرك ممثليها في البرلمان لإنصافها والعمل على إعداد برامج التنمية لإعادة النازحين، فضلا عن وضع ميزانية تكفي أبنائها لعام 2021 و2022، وهو الأمل الذي ينتظره أبناء كبرى المحافظات العراقية. موضوع التعويضات يترقب، موضوع الخدمات يترقب، موضوع التنمية من أجل العودة والاستقرار، وكثير من أبناء المحافظة لا زالوا يعانون من موضوع التهجير. فإذا موضوع التخصيصات المالية إذا تكلمنا عن محافظة الأنبار فنجد أن هنالك إجحاف بحق المحافظة، وهذا العتب على الأخوة أعضاء البرلمان الذين يمثلون محافظة الأنبار، يجب أن يضغطوا باتجاه استحقاق محافظة الأنبار. الشارع الأنباري يطالب بزيادة المحافظة من الموازنة لأسباب عديدة، ومنها أكمال المشاريع الخدمية المتوقفة في القطاعات الخدمية كافة. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.